تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من دردشه انجليزيه اللي بتجيكم مني انا محمد عواد كل يوم اثنين عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى. في الحقيقه هاي الحلقه من زمان كان نفسي اصورها. فقلت يعني ما دام هذا الاسبوع يعني حكينا كثير عن المباريات هاي خلينا ناخذ الاسبوع بريك من المباريات نحكي بقضيه عامه ونرجع نحكي الاسابيع الجاي في المباريات. حنتكلم عن شيء انا ملاحظه من فتره الدوري الانجليزي. اكيد كلكم حاسين شايفين انه الدوري الانجليزي اخذ بالسنوات الاخيره مسافة كبيرة في مسألة الجذب والتسويق والترويج بمنطقتنا العربية أخذ فارق كبير لكن هذا مش عنا بس أعتقد أعتقد حول العالم أيضا كنا دائما نحكي أمريكا شرق آسيا أو أو جنوب آسيا الآن الموضوع يبدو عالمي مئة بالمئة وصاحب ذلك نجاح اوروبي مذهل نهائي 2019 ونهائي 2021 اللي لعبوهم نادياً إنجليزياً مره ليفربول وتوتنهام ومره تشيلسي ومان سيتي ولعبوا نهائي اوروبا كمنتخب فسكروا كل العيوب وكل الانتقالات من كل مكان نيجي نقول عنهم اضعاف باوروبا لا بطلنا نيجي نقول منتخبكم فاشل كمان بطلنا وفوق كل ذلك دوري عم جذب بشكل مستمر فشو سر جذب هذا الدوري اللي بدي احكي عنه اليوم سر من الاسرار اللي هو مش سبب رياضي ولا مالي ولا اقتصادي بحت. احنا بنتكلم عن شيء يؤدي الى هذا الانتشار الرائع للمنتج الرائع في دوري بيزداد انتشارا وانتصارا. في كتاب اسمه علم روايه القصه لكاتب بريطاني اسمه والستور جاء فيه مقطع بقول لك حينصدم كثير ناس لما يعرفوا انه روايه القصه مش مجرد خيال بل هي معادلات كيميائيه معقده بعض الاحيان وفي واحدة من مداخلات تيك توك اللي مرة حضرتها لواحد اسمه ديفيد فيليبس بيجي بيتكلم فيه عن رواية القصة وبقول لك احنا بندفع فلوس كثير لأشياء ما لها قيمة حقيقية خيال علمي فيلم جيمس بوند اللي مستحيل تصدقه بس بتروح تحضره وبتدفع عليه فلوس ليش؟ لأنهم بيقدروا يرووا لك القصة والحبكة وبيعملوا لك السسبنس والإثارة في الموضوع وبيربطوك داخل هذا المنتج كانك جزء منه فبتصدقه مع انك عارف انه كذب ما بتصدقه بمعنى انك بتامن فيه لكن بتعيش ساعتين وانت ناسي انه كل اللي بتشوفه عباره عن تمثيل غير واقعي انا هذا الاسبوع كنت احضر مباراه وبقلب قاعد كل شوي على الابلكيشنز ارسنال عم بفوز عم برجع يتنفس بالحياه استون فيلا شو اللي بصير ليستر او دانويل بيك سجل ما سيتي بصير معها مصيبه بتعثر مان يونايتد فوز رائع في اخر ثانيه لينجرد بفريقه السابق ديفيد مويس بيلعب ضد فريقه اللي ابصر مين وبينزل لاعب يشوط ضربه جزاء باخر ثانيه وبينسى اللي صار في انجلترا في يورو 2021 لما ضيعوا اللقب بتبديلين خاطئين في اخر ثانيه دخلوا اللاعبين يشوطوا قبل ما يلمسوا اي كره تروح تلقى ماني عامل كريستال بالاس ضحيه مفضله ثم بتلقى ديربي لندن تلقى تشيلسي بواجه توتنهام بكل مباراه في قصه في كل مباراه في حكايه والغريب وانا بمشي انا شو بعرفني بهي الاشياء يعني شو اللي خلاني لدوري ممكن انا من الناس اللي تربيت على الدوري الايطالي وبعدين تابعت كثير الدوري الاسباني والدوري الانجليزي كنا نحضر المباريات الكبيره فيه والمهمه ونشوف الالقاب انا من ناحيه تبعت اكيد في ناس مشجعين عريقين للبريمير ليج لكن بالنسبه إن لي انه شو اللي خلاني اعرف كل هاي التفاصيل بهذا النادي وهذا النادي وهذا النادي انهم قدري عبر اعلامهم عبر برامجهم التلفزيونيه عبر طرقهم بالتسويق والترويج يرووا قصه جميله لكل تفاصيل دوريهم طبعا بنذكر انه مره من الفترات البريمير ليج عانى كثير اوروبيا، هذا الشيء خلى القصه تصير مشوهه شوي، راحوا سارعوا مدربين من احسن ما يكون في العالم صاروا عندهم، رفعوهم باوروبا وسيطروا على اوروبا لعبوا نهائيا وبكل بساطه يعني سكروا القصه رجعت قويه هون ايضا. قوة هذا الدوري مش في مسألة انه كل مباراة في صعبة وكل النتائج ممكن تصير في كرة القدم عندهم لا قوته انه كل مباراة لها قصة لها رواية نيجي نشوف الفانتازي على سبيل المثال، كل سنة بيطلع لنا رواية جديدة، مرة بوكي، مرة أنطونيو، ونصير الناس يحكوا ويتكلموا، نجاح الفانتازي لوحده جزء من أجزاء قصة البريمير ليج. كثرة الدربيات مع أسمائها مع تاريخها جميع الناس بتعرفها، هذه قصة، البوكسينج داي لوحده قصة، لعبهم بأيام العطل هذه لوحدها قصة، أسلوب اختيار الحكام عندهم قصة، وأسلوب جدول المباريات عندهم أيضاً قصة. وبرامجهم الاعلاميه اللي بيشوفها بتساعد انها تغذي الاعلام وتغذي المشاهدين وتغذي الصحفيين بملاحظات وزوايا، شوفوا هذا الحارس هيك هيك كان معاه، شوفوا هذا اللاعب هيك هيك صار معاه، وايضا بيهتموا بفضائح اللاعبين، انا ضد هذا النوع من الاعلام لكنهم بيعملوه لانه دائما كل قصه فيها بطل شرير ما بيزبط، كل القصه يكونوا ابطال اخيار. وايضا اللي بيقرا مقالاتهم الصحفيه روائيه كانك بتقرا قصه بيشد ذكرك يجيبك لزمان لقدام وبيجيب لك تصريح لواحد ثاني كل هذا بيعملوه عشان يعيشوك جو ستوري تيلينج جو روايه قصه حقيقي وانت عم بتشوف الدوري بتقدر تحكي قصه هذا الاساس هو لانه اعلامهم ما اخذ اطراف زي اللي صار في ايطاليا او اللي صار بشكل اوضح في اسبانيا اعلامهم اخذ طرف البريمير ليج اخذ طرف نشر الدوري الانجليزي اكثر من اي شيء اخر فبتلقاهم بيدوروا على المساهمات الإنسانية ومش بنشروها مرة وبيكتفوا وبتقولهم يعيدوا فيها يعيدوا فيها يعيدوا فيها وبتقول مللونا هو فعليا ما مللوكم بدهم يوصلوا لعدد جديد من الناس كل مرة ويكبروا الرواية عن رحيم ستيرليك عن هندرسون عن مساهمة فلان الإنسانية ومساهمة ذلك الشخص الاجتماعية خلقوا شخصية لكل نادي لكل جمهور لكل رئيس نادي وهذه هي ميزة الروايات هو دوري قال عنه صديقي مالك من حساب إي بي أل دوري يستطيع الجميع مشاهدته حتى لو لم يشجع أحد حتى لو لم ينتمي إلى أحد دوري قادر بهذه الرواية الكاملة يخليك مستمتع مع أنه ما لك فريق يفوز هذه الرواية كانت في إيطاليا بزمان لما كانت إيطاليا جنة كرة القدم كان كل الأندية عندها روايتها لكن مع الضعف المادي مع التمزق الإعلامي اللي صار سيطرت بعض الأطراف على الإعلام القصة ضعفت القصة ما ساعدت كثير الدوري انه يكمل ثم جاءت الكالتشوبولي فانهت القصة وكانت الحلقة الاخيرة في اسبانيا كان عندهم قصة رائعة سيطروا فيها سنوات طويلة اسوأ ما في هذه القصة انها ركزت على بطلين بس ريال مدريد برشلونة مورينيو جوارديولا ميسي رونالدو دائما هم من تحت منظومة البطلين فلما خرجوا البطلين القصة اهتزت بشكل حقيقي وملموس اعلاميا وترويجيا في حين انجلترا الجميع بطل في هذه القصه بيلسا مع ليدز بطل رافا بينيتز مع ايفرتون قصتهم حلوه ايفرتون نفسه يجيب دوري او على الاقل يلعب دوري ابطال لوحده عملوا لك قصه مستوى ماني انه بيسجل كل مره بكريستال بالاس عملت حكايه والعملت قصه البريمير ليج ما بيهتم بالشخصيه الرئيسيه بالبطل بس لا بيهتم بالشخصيات الفرعيه كلها عشان هيك يوم ما سانتي كازور لما راح على ارسنال قال لقيت الاحترام هون بشهرين اكثر من لقيته كل مسيرتي في اسبانيا لانه هناك لازم اكون العب مع ريال مدريد وبرشلونه هذا اللي خلى حقوق بثهم عالية لأنه الناس بتحب تشوف القصص بتحب تعيش القصة القصة خدمة الدوري والدوري خدم القصة اللي خلى الفلوس أكثر فالفلوس أكثر جابت لاعبين أفضل مدربين أفضل دوري أقوى أعطى قصة أكبر ورجع الدوري استفاد من هذه القصة بحقوق بث أعلى وأعلى وكأنهم الاثنين بيخدموا بعض بشكل ممتاز هذه هي ببساطة ربما أقوى أسرار الدوري الإنجليزي إدي لازم كل واحد بده يخلق منتج كروي ناجح حتى في بلادنا بنفتقد للقصة بكثير دوريات كثير دوريات في بلادنا فيها فلوس فيها أموال لكن بتفتقد الجانب القصصي الجانب الروائي لهذه الحكاية الحكاية كل نادي بنمسك ناديا وبنركز فيهم ننسى الباقي في حين لو إجينا وسعنا هذا الأفق للجماهير هيحبوا الدوري أكثر ويشوفوا المسألة مش دائما أبدا مسألة جودة الكرة بالملعب لا المسألة مسألة ليش عم بتصير المباراة شو الهدف شو القصه تاعتها هنا حتكون فارق اخر كبير كثير لو تعلمنا منهم هم اسياد في هذه الروايه كما فعلوا جيمس بون عملوا بريمير ليج بوصلوا لنهايه هذه الحلقه بذكركم تتركوا لايك على هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله